يا أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم ونور الله مساءكم. صباحكم كعبق رائحة الزهور، مساء الراحة الدائمة والابتسامة مرسومة على وجوهكم دائما. معكم عبد الكريم من قناة الوجم، وهذا بودكاست رشفة شاي في حلقتها الرابعة بعنوان الخيانة. لا يوجد بيننا من لا يرفض الخيانة ويشمئز من فاعلها. من منا لا يتحاشى الوقوع فيها، ومن منا لم يتعرض للخيانة يوما. حين تمعنك لمواقع التواصل الاجتماعي وسماع القصص هنا وهناك، لن تجد أي خائن. الكل مظلوم ومر بأبشع الأحاسيس. أين هم الخائنون إذن؟ ألا يوجد بينهم شخص واحد يصارحنا بأنه خائن ويسرد علينا قصته؟ هل صادف وسمعت القصة على لسان الخائن؟ أنا خائن؟ لا لا، ليس أنا الخائن، بل عنوان القصة التي سأسردها عليكم. أنا خائن. سأحاول ألا أطيل القصة وأعطيكم لب الحديث. تحكي صاحبة القصة فتقول: من بشاعة الصدف أن يقترن ذلك اليوم المشؤوم بذكرى زواجنا الثانية. زواجنا كان زواجا تقليديا بسيط، لم يكن بين الخطوبة والزفاف إلا شهرين. في البداية لم أكن مرتاحة، وتزداد الرغبة في داخلي بأن أرفض كل يوم. لكن مع مرور الأيام تغير كل شيء، وكأنه قام بإلقاء تعويذة سحرية علي. دخلت بيته وعشت معه أفضل الأيام. كنا نعيش بمفردنا في بيت خاص، يذهب لعمله صباحا ويعود مع المساء. مع مرور الأيام أصبح يتأخر في العمل كثيرا، وأنا أشعر بالوحدة في البيت. إلى أن جاء يوم صدمنا بخبر أن زوجي لا يستطيع الإنجاب. وقفت بجانبه، دعمته وأزلت الحزن من قلبه. كل يوم تزداد وحدتي أكثر فأكثر، وحين أخبره بذلك يتحجج بالعمل وأنه لا يستطيع فعل شيء. فطلبت منه أن يربط البيت بالإنترنت وأفتح حسابا على الفيسبوك. لم يعارض الفكرة وحدث ما أردت. مرت الأيام حتى جاء اليوم الذي قبلت فيه ذلك الشاب صديقا لي. كان في مثل سني. زوجي أصبح لا يعود للمنزل إلا في وقت متأخر، يأكل ويدير ظهره لي وينام. حتى محاولاتي للحديث معه كانت فاشلة. حين أستأذنه في أمر ما يكون الجواب دون كلام، أم للموافقة وتحريك رأسه للاعتراض. تطورت علاقتي مع ذلك الشاب، وأصبح حديثنا يزداد يوما بعد يوم. هو يظن أنني مطلقة. لم أتجرأ على قول الحقيقة له أبدا، وكيف سأخبره أني أطعن زوجي في ظهره؟ كان اللقاء الأول بيني وبين ذلك الشاب بعد تخوف وتردد كبير مني. كان أجمل يوم في حياتي، كله ضحك ولعب وسعادة، لينتهي بعودتي للمنزل مسرعة قبل عودة زوجي. اللقاء الثاني كان بعد مشاجرته لي وحديثه البارد معي، لأنه طلب مني أن نلتقي في بيته أنا وهو فقط. والشيطان ثالثكما. ذهبت لذلك البيت وحدث ما حدث. مرت الأيام وكل شيء على حاله. نتحدث أنا والحنون اللطيف الجميل إلى وقت متأخر، بينما يغط زوجي في نوم عميق بجانبي. إلى أن طلبت من عشيقي أن يأتي لبيتي بعد إصراره الكبير أن نلتقي مجددا. وبسبب خوفي أن يراني أحدهم طلبت منه أن يأتي هو للبيت بعد أن يخرج والدي. أخبرته أنني أعيش معه لوحدنا. ذهب الزوج وأتى العشيق، وعلى سرير زوجي فعلت ما لم أفعله معه. صوت الباب يفتح، يركض الشاب مسرعا إلى المطبخ، وأنا أتجمد مكاني.
لم أستطع الحراك. صوت صراخهم يعلو والأشياء تنكسر، ليسكت الصوت فجأة ويدخل علي زوجي وفي يده سكين ملطخ بالدماء. علمت أن نهايتي قد حانت. علت صرخاتي: أرجوك لا تفعل. طعنني طعنتين في بطني وخرج مسرعا وذبح نفسه في الشارع أمام الجميع. لحق بي الجيران وأسعفوني، وكتب لي أن أعيش بهذا الحمل وهذا العذاب. عاد زوجي للبيت لأن ذلك اليوم ذكرى زفافنا، كان يحضر لأن يفاجئني. عاد وهو يحمل هدية في يده ليفاجئني، بينما نسيت الأمر تماما وفاجأته بخيانتي. الخيانة وما تفعل، الخيانة جريمة يدفع ثمنها من لم يقترفها. لا يوجد أسوأ من أن تعيش شعور الخيانة، أن ترى أعز الناس يخون ثقتك ويضرب بمشاعرك عرض الحائط. هذه قصة من بين القصص الكثيرة، ولعل أشهر القصص قصة عبد الله مع خائنته روان في رواية كن خائن تكن أجمل، التي نصح كاتبها العزاب المقبلين على الزواج بعدم قراءتها. مختصر قصة عبد الله هذه العبارة: الخيانة دائما تأتي من الذين قدمنا لهم كل شيء. عندنا مثل يقول: لي بدلك بالفول بدلو بكشور. لا مسامحة في الخيانة، فهل يمكن لخيانة صديق أن تغتفر؟ صديقي، أن تدير ظهرك لي وأنا في حاجة لتمسك يدي خيانة، أن يدخل صهيوني بيتك الكبير خيانة، أن تركع لغير الله خيانة، أن تترك والديك مرميين في بيت مهجور لا أحد يعيلهم خيانة، أن تترك يد أولادك في عمر لا حاجة لهم فيه إلا لوالديهم خيانة، أن يموت الشباب هاربين من البطالة خيانة. ودعوني لا أحدثكم عن خيانة الوطن، فلولا الخونة ما بقت فرنسا 130 سنة، وما فقدت الجزائر 1.5 مليون شهيد في سبيل الحرية دون التنازل عن شبر من ترابها. ومن يقول غير ذلك أخبره أن لا حديث لنا مع الخونة. أختم هذه الحلقة بهذه الكلمات، أهديها لكل خائن وخائنة. يا خائني اسمعني، فلن أطيل حديثي معك. كلامي هذا ليس بعتاب ولوم، بل شكرا على الخيانة. شكرا لك لخيانتي، فتحت بصيرتي وأبان معدنك، وعلمتني في من أثق. أنت خنت لأنك رخيص، وقيمتي أغلى من أن تملكني. أن يطلق عليك خائن لا يدل على أنك رجس، هذا يدل أن الرجس أطهر منك بكثير. اللهم ابعد عنا المنافقين وذو الوجهين ومن يظهر لنا حبه وفي باطنه خبث. اللهم اكفنا شر خلقك. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا. شكرا لطيب إصغائكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو ونشره على أوسع نطاق. ولنبقى على تواصل، تجدون حساباتي أسفل هذا الفيديو. كان معكم عبد الكريم. سلام.